وبالعودة إلى موضوع انضمام النقابات إلى التظاهرات في العراق وإلى انتفاضة تشرين، معنا وكيل نقابة المحامين من بغداد الأستاذ رزاق رشيد العبيدي. أهلا ومرحبا بك أستاذ رزاق. قمتم أنتم في النقابة بدعوة المحامين العراقيين كافة للتظاهر، كيف كانت استجابة المحامين مع هذه الدعوة؟ أهلا وسهلا بكم وبقناتكم الكريمة. ابتداء وقبل ان توجه نقابه المحامين دعوه الى محاميها، بادروا محامين العراق بمشاركه الجمهور والتظاهر معهم، وكانت كنقابه محامين ومنذ الوهله الاولى مطالبات الشعبيه ووقفت مع المتظاهرين الذين تم اعتقالهم، اضافه الى قيام نقابه المحامين بتنظيم مظاهره كبيره في يوم 23/10 واعتبرت هي البذره الاولى لانطلاق المظاهره الكبرى اليوم 25/10. ومع المظاهره يوم 25/10 اشترك العديد من محامي العراق في تلك المظاهره في بغداد في ساحه التحرير وفي مختلف ساحات المظاهرات في عموم المحافظات العراقيه. استاذ رزاق، هل انت معي؟ نعم استاذ رزاق، هل تسمعني؟ نعم أسمعك واضح. أنتم قررتم أيضا يعني بعد الدخول في الانتفاضة، هل قررتم الاعتصام في ساحة التحرير وإلى متى سيستمر إذا قررتم ذلك؟ اجتمعت نقابة المحامين نهار أمس وقرر المقاطعة التامة لأعمال المحاماة وابتداء من هذا اليوم ولغاية نهاية الدوام الرسمي يوم الاثنين القادم. إذا في حالة استجابة الحكومة العراقية لجزء من المطالب أو بعض المطالب الشعبية، سوف يجتمع مجلس نقابة المحامين ويلغي تلك المقاطعة، ولكن في حالة عدم الاستجابة سوف يجتمع مجلس نقابة المحامين يوم الاثنين بعد انتهاء الدوام الرسمي. أستاذ رزاق، أنت أشرت إلى أنه في حالة الاستجابة إلى جزء من المطالب أو بعض المطالب، المطلب الرئيسي للشعب هو إسقاط النظام وتغيير النظام برمته، فكيف تتجزأ؟ الحقيقة نحن كنقابة محامين ليس مع إسقاط النظام وليس مع إسقاط الحكومة، وإنما مع إصلاح النظام وإصلاح الحكومة. لا يهمنا الشخص الذي يأخذ منصب رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب، بقدر ما يهمنا بأنه الإصلاحات أن تكون نظام، مثلا على سبيل المثال أن يكون رئيس الوزراء جهة تنفيذية قادرة على تحقيق طموحات الشعب العراقي وتلبية احتياجاته، بقدر ما يهمنا التسمية، إن راح عادل عبد المهدي وإن أتى غيره، إذا بقى النظام على حاله ما سوينا في شيء. فمطلبنا بأنه إصلاح النظام، إصلاح العسكر، أعطيك وجهة نظر بأنه لا يتم إصلاح النظام إلا بتغيير هؤلاء السياسيين وهؤلاء الكتل السياسية وإبعادهم. نعم. يبدو أننا فقدنا اتصال بالأستاذ رزاق رشيد العبيدي وكيل نقابة المحامين العراقيين في بغداد، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.